هدفه يكتشف انتو نوعية الأكل يلي مفيدة لإلكن، يلي بتعطيكن طاقة، يلي بتعطيكن انرجي، يلي بتحرقوها، ونوعية الأكل المنة منيحة لإلكن يلي لازم تبتعدوا عنها إذا حابين تضلكن بصحة منيحة. مش حلو؟ طبعاً. خلينا نبلش بهن set of كم سؤال؟ 10 أسئلة. كل سؤال فيه A, B, C. تكتبوا انتو اي سؤال A او B او C، بتنقوا اي واحد اقرب شيء يعني قريب عليكم. بعرف انه في منهم هلا هاي الورقة لإلك نو بروبلم. لا لا لا، وبالاخر بنعدهم وبنشوف اي نوع جسم انتو. ديل؟ يلا. الدسم او العالي الدهون المقلي والمقالي وهيك قصص، بيزيدوا بتحسوا انه بيزيدوا لكم هيدا الاحساس بالتعصيب. بي اذا الشعور بالراحة، الشعور بالراحة عند تناول اي شيء، يعني اذا كنتم معصبين فتحتوا البراد واكلتوا يلا جي، اذا بترتاحوا حطوا بي. سي اذا بتحسوا انه الاكل الدسم او العالي الدهون بريحكم. لا يعني مستريح في الشعور، يعني اقرب شيء ممكن. لا الاجابه عملتها بس مش راضي عنها. اقرب شيء يعني الاجابه هي اللي بتعيط لك، بتعيط لك بتقول لك محمد اكتبني. اوكي كلكم جاوبتم، ننتقل على نمبر 2. جو سهيله. بترشوا من بعض الله حبيبي. وجبه فطور هي من أهم الوجبات خلال اليوم، ولكن ما هو نوع الفطور الذي يعطيك الطاقة خلال النهار ويشعرك بالشبع والنشاط؟ ايه. هلا كلنا بنعرف انه وجبة الفطور كتير 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 مهمة، وبنسمع دايما بالتغذية انه لازم الواحد يبلش نهاره صح، بس بالنهاية في انواع اكل بتحسوا في كتير عالم بيقولوا انا اذا تروقت لا بتضايق وبنزعج وما بعرف شو، وفي عالم بيقولوا انه الترويقة انا ما فيني اعيش بداها. سو كل واحد شيء، يعني كل واحد بالنهاية كل واحد جسمه شيء، وكل واحد بيعمل رياكشن على الاكل بطريقة مختلفة. سو جاوبوا اي. لازم اجابة واحدة ولا ممكن اجابة واحدة؟ جاوبوا اي اذا كان وجبة الفطور بتفضلوا انه ما تاكلوها او تاكلوا شيء كثير خفيف مثل حبة فواكه. شو اذا بس اقول لك شغله رافائيل، اذا ضايع، اذا ضايع بيناتهم، اذا ضايع بيناتهم جاوب بي، اذا ضايع بيناتهم جاوب بي. اوكي اذا مش مأكدين اي وحده جاوبوا بي. يعني ثالث وحده قلنا للاشخاص اللي ما بتحب تتناول فطور، بي للاشخاص اللي بحبوا هيك القصص البان واجبان مع خبز صحي يلي مثل ما عم تتروقوا انتو هلا صح؟ ها؟ ما في شيء سكري. سي 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 القصص الدسمه مثل البيض والمعجنات والكواسون والكيك والقصص. الله يا سي سي كلنا سيسنا سي صح. عندنا هون كيوبز، كيوبز سكر. اوكي هلا رح اخذهم معي لحتى ما تاكلوا هون. هيدا شو؟ كاتشب. كاتشب كاتشب كاتشب. هيدا بكل ملعقة، حتى نشوف معلوماتكم، بكل ملعقة من الكاتشب قد ايه في سكر؟ كثير كثير. 1 كيوب 2 كيوب 3 كيوب 1 1 2 1 5 10. هيدا الكيوب شي كأنه ملعقة كبيرة فينا نقول. 5 3 3 3 بملعقة 3 بملعقة 1 وحدة وحدة 1 2 1 1 وحدة. برافو 1. مين ربح؟ 1 أنا أنا 1 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
تاني شيء صلصة المعكرونة. صلصة المعكرونة. اثنين فيها اثنين. مش كل هيدا. مش كل هيدا. بقد ايه رح نقول؟ بملعقتين، ملعقتين كبار. قد ايه في سكر؟ ثلاثة. أربعة. واحد سكر. اثنين. ما فيش لا. ما فيهاش سكر. ما فيش. لا فيها. ما فيش. اثنين. سو تغدينا الصبح، تغدينا الصبح، تغدينا حطينا ملعقة كاتشب، جانا حطينا ملعقتين هيدا، سو صار في كل هيدا بقلب هون. صاروا هون. سوسو بدها تساعدنا. شو عم تعمل أنت؟ لا بس كنت ناسي. بدنا نعمل كوكي. 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 بدي تساعدك تحط بالراحة. يلا انا رح ساعد. اند شوكليت ساندويتش. شفت قلت لك بده كثير شغل هيدا الموضوع.
وكتير كتير صعب. بتجيب كوكي، بتجيب شوكلي، بتجيب كوكي تانية وبتاكل. وبتاكل أصعب بارتي لما تاكل. أصعب بارتي كوكي. كوكي كوكي يعني كريستال. كوكي بس تعرفوا شغلة، هيدا هيدا كوكونات وهيدا شوكليت. بس تعرفوا شغلة إنه هو للكوكيز أكيد ما فيهم سكر وإن صحيين وكل شيء. وهيدا جيب لكم وهيدا شوكليت بس لإلي ومش لإلكم. أنا فيلة يلا بقى. في شوي في شوي. يا الله العظيم مليلو كوكونات ردة محله مليلو كوك. مين الشرب هذا؟ شو بدك كوكونات أو هو بدي هيك وهيك ما بعده. أنا هو الكوكيز عملت لكم إياهم امبارح بالليل، طبختهم. أنت طبختي؟ أكيد لا. وحطيتهم أكيد لا. خذي هاي واحدة من هاي.